هذه الآن حرارة الخزان، يعني حرارة جدا ممتازة مثل حرارة جسم الإنسان. طبعا الآن كذا أصبح جاهز، ونبدأ بتوصيل المواسير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرجو منكم قبل بداية المقطع يا أخوان الدعاء في ظهر الغيب، هذا أولا، وثانيا مشاركة هذا الفيديو، لأن فيه ملايين من الناس الآن يعانون نفس المعاناة اللي عانيتها أنا وأنت الآن من حرارة المياه، وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا سبب في حلها، وجزاك الله خير ولك الأجر بإذن الله. عندنا مشكلة حرارة المياه في الصيف وبرودتها في الشتاء، يعني سبحان الله بحثت عن مقاطع عن حلول كثيرة، سبحان الله ما وجدت أي حل، وبحثت في النت وفي اليوتيوب ما وجدت أي حل، سبحان الله كل الحلول اللي وجدتها فقط أنها تبرد لك الخزان، هذا تبرد الموية اللي داخله. طبعا وحرارة الموية اللي داخل الخزان مقبولة، يعني ما يحتاج تبريد، ما يحتاج تبريد لها. المشكلة، كل المشكلة في حرارة المواسير اللي نازلة من الخزان إلى البيت تحت، هذه كل المشكلة هنا فيها. كيف نحل هذه المشكلة؟ طبعا فكرت كثير والله، وحاولت وعزلت بعض المواسير، عندي ماسورة عزلتها، قلت أجرب العازل، وسبحان الله ما جاب أي نتيجة، نتيجة ما تذكر. فراح نقيس درجة الحرارة، حرارة الماء بالعازل، يعني بالمواسير العازلة، ودرجة حرارة الماء بدون عازل، ونقارن بينها. أما اللي يقول أن السخان يستخدمه في تبريد الماء، السخان يكفي فقط لنفرين أو ثلاث أنفار، ثم بعد ذلك السخان يحتفظ بالحرارة إلى أنصاف الليل تقريبا، يبقى حار على طول، لأن السخان هو معزول لحفظ الحرارة، فما ينفع. لكن إن شاء الله بإذن الله جبنا لكم طريقة، أفضل طريقة تقريبا لحد الآن، وتنجح بإذن الله مع الكل، تنسى بإذن الله حرارة الماء في الصيف وبرودتها في الشتاء بإذن الله. الآن نقيس حرارة الخزان هذا، نقيس حرارة الماء فيه، ونقيس حرارة المواسير بالعازل، ونقيس حرارة المواسير بدون عازل، ونقارن بينها كلها. هذه الآن حرارة الخزان، يعني حرارة جدا ممتازة مثل حرارة جسم الإنسان، ممتازة جدا في الاستخدام، يعني الواحد يتحمم منها ما عنده أي مشكلة. نشوف الآن عندي أنا مثل ما هو موضح، تم عزل هذه الماسورة، تم عزلها كامل، تم عزل الماسورة هذه كامل إلى الأسفل، وما وجدنا أي نتيجة من العزل. إن شاء الله تكون واضحة الصورة. إحنا الآن نجرب الماسورة اللي فيها عازل، نجرب حرارة الموية فيها، هل العازل ينفع ويمنع حرارة أم ما يمنع؟ نشوف، نجرب الآن. تقريبا 51 درجة مئوية. الآن نجرب هذه الماسورة بدون عازل، نشوف كم درجة حرارة الماء فيها. يعني تقريبا اثبتت على 52.8.7 تقريبا، الفرق درجة.7 بين العازل وبدون عازل.
طبعا الأغراض المطلوبة الآن هذه نسويها قبل ما نبدأ في العمل، اللي هو جلبة 1.25 بوصة، نقاصة تقريبا اللي حصلت من 1.25 إلى 3/4، ونقاصة من 3/4 إلى 1/2 بوصة. هذه نحتاجها من أجل نصغر الماسورة من 1.25 بوصة إلى 1/2 بوصة عشان يتم توصيل المواسير إلى الخزان الأرضي. نبدأ الآن. طبعا قبل ما نبدأ في نقطتين لازم ننوه عنها، لابد استخدام المواد الأصلية اللي هو تكون صناعتها أمريكية، هذا المنظف أمريكي. فائدة هذا المنظف الآن بعض الأحيان إذا وصلت مواسير يكون في تسريب موية، في تضييع موية بعد التركيب وبعد وأنت متأكد أنك معبيها غرة، لكن يكون في تهريب غرة فيها تهريب، ولكن يكون فيها تهريب موية. السبب عشان ما استخدمنا منظف، المنظف يشيل الشوائب كل أبوها اللي على الماسورة، ينظف الماسورة ويخليها جاهزة للتركيب. والغرة هذا الأصلي اللي على طول بإذن الله لركبت إن شاء الله بإذن الله، لاستخدمت هذه المنتجين بإذن الله ما يصير أي تهريب في المواسير. طبعا لابد استخدام قفازات حماية لليد من الغراء، لأن الغراء هذا فيه إشكالية لو وصل إلى اليد ما راح ينزل بسهولة. نبدأ الآن. أول شيء نستخدم منظف، نقوم بتنظيف الجلبة من الداخل، يعني نتأكد أن جميع الشوائب الموجودة الداخلية أنها تنتهي من التنظيف هذا. بعد التنظيف مثل ما ملاحظ الآن هذه الشوائب، هذه سبب إنه ما يركب الجلبة، ما تركب في النقاصة، ما تركب في الجلبة، فحنا نحاول إن ننظفها حتى تنتهي هذه المشاكل ولا يصير فيها أي تهريب. الآن بعد عملية التنظيف نجيب الغراء ونبدأ بالجلبة الآن، ونبدأ من الداخل، نبدأ نلفها بهذه الطريقة حتى نتأكد أن جميع أجزاء الجلبة جاه الغراء. طبعا أقوم بقص أوصال مواسير بحجم 5 سنتي عشان أوصلها من النقاصة 1/2 بوصة هذه إلى الجلبة الذكر زي كذا مثلا، 5 سنتي كفاية. نبدأ بتنظيفها وتركيبها. الآن نضع شترطون السباكة أو التفلون على نفس السنة هذه عشان ما يصير تهريب موية مع السنة. حط المقدار الكافي، نخلي فكة الكباس إلى الأسفل، طبعا الآن كذا أصبح جاهز، ونبدأ بتوصيل المواسير إلى الخزان السفلي. الآن نبدأ محل السدادة هذه، نقص السدادة ونركب المحبس، نستخدم الصاروخ في ذلك كما هو ملاحظ الآن. نبدأ الآن بتنظيف الماسورة الخارجية من الشوائب، إذا كان في غراء قديم يتم إزالته. يتم تعبئة الغراء من جميع الجوانب حتى لا يكون في تهريب أو تسريب مستقبلا. الآن بعد ما تم تركيب المحبس وتوصيل السباكة كاملة إلى الخزان، كما تلاحظون
رايح الآن للخزانة السفلية. نجي الآن لأهم نقطة تقريبا، كيف يتم فتح المحبس. لا نفك المحبس إلى آخر شيء. طبعا فك المحبس أول شيء خفيف كذا، فكسه. لا نفك الآخر شيء، نفك شيء بسيط جدا مثل ما هو واضح الآن، يعني مثل هكذا. الحين نخليه شيء بسيط جدا عشان المضخة ما تكون شغالة على طول. إذا الحرارة منتهت من الماسورة نبدأ بفتح زيادة، نبدأ بفتح كباس زيادة عشان يخرج الموية أكثر. وإذا كان تمام نخليه. إذا حسينا في حرارة، ما زالت حرارة موجودة، حرارة في الموية، نبدأ بفتح زيادة هذا المحبس. الآن كذا الحمد لله انتهينا من توصيل المواسير إلى الخزان. وهذه الماسورة الثانية، وكذلك هذه الماسورة الثالثة، كلها مجتمعة في ماسورة واحدة. بعدين جاي من هنا، الآن بدأ يصب معنا الموية. خلاص هذا الراجع، جميع الموية الحارة الآن ترجع للخزان وتبقى إن شاء الله بإذن الله كذا على طول باردة.